معرفة الحديث الصحيح إما بما أجمعت عليه الأمة وهما البخاري ومسلم، أو بما صححه العلماء، أو بما اجتهدت فيه أنت وكنت من أهل الاجتهاد. وإذا قال المؤلف هنا مصدر التلقي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هذا نتنبه لها، وهي قضية الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.